في الحقيقه اش غادي نقول لك، هو الفنان خصو يبقى فنان، ما خصوش ولو ان ما يمكنش انك شي واحد ما كيعايركش، ولكن لا جينا اي واحد يعايرنا ونردوا عليه، اي واحد نعايرنا ونردوا عليه، راه غنبقاوش فنان. يعني الفنان خصو يبقى فنان باش يحترموه الناس. الفنان هو بالاخلاق، هو الاداب، هو الصواب مع جميع الناس، هو كبار ولا صغار. والفنان دائما ما خصوش يتدخل في شي حوايج بعيده منه، وما خصوش يبتز الناس، وما خصوش يعاير الناس، وما خصوش يدير بزاف ديال الحوايج اللي كيديروها جميع الناس، لان الفنان خصو يبقى كي قلت لك فنان. لان كلمه فنان كتعني اشياء كثيره، لان باش يبغوك الناس ويبغوك الجمهور واي مدينه تمشي ليها ويهزوا بيك راه ماشي سهله. ولكن تي دائما كان هذا الفنان دائما كيف ما مشى كيتعاير مع الناس، يعاير مع الناس الفنانه ولا ماشي فنانه ولا الناس عاديين، راه حتى واحد ما غادي يبغيه. انا اشنو الرصيد ديال الفنان؟ هو داك الجمهور. الا مشى ليه داك الجمهور شنو غادي يبقى ليه؟ راه صافي الفنان غادي ينزل الارض. خلى دائما كيقولوها بزاف الناس، قال لك نهار اللي ما نهار الفنان اللي ما يحاشى ليه حتى شي واحد في الجمهور صافي هذيك هي النهايه ديالو. اش غادي نقول لك؟ الله يهديهم. ولا كان لا كانت هي فعلا دارت شي حاجه، علاش هاد الناس كلهم اداتهم ولا دارت لهم شي حاجه؟ راه كل واحد غادي ياخذ الجزاء ديالو. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله يهدي ما خلق. بطبيعه الحال لانه الانسان خصو يجتهد يخدم بخدمته، النجاح راه كتكون بالخدمه ديالو، ماشي نمشي نبتز الناس باش ندير الفلوس. راه تبارك الله الموسيقيين راه كيربحوا ما شاء الله عليهم، السهره كتقام عليهم بزباله ديال الفلوس. ما يمكنليش انا غنربح زباله الفلوس في واحد السهره ونمشي نبتز الناس باش ناخذ من عندهم الفلوس. علاش؟ هادشي خايب هادشي. هادشي بالاخص قلت لك الفنان ما خصوش يدير هاد الحوايج خايبين، لان دائما كتبقى الاصابع كتشير ليه هذاك راه فنان، شوف اش دار، هذاك راه فنانه، شوفي اش دارت. كيف كنقول لك؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق وصافي.